سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. النهارده قبل ما اتكلم على مطبخ داليا، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك. كل سنه يا رب عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. هنعمل النهارده الكبسه بالفراخ، الكبسه بالفراخ والمشروم، حاجه جديده كده من يعني انا اللي مخترعاها الى حد ما، فان شاء الله تعجبكم باذن الله. ايه رايك يا فانوس؟ يا اختراعاتك يا دودو، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانتم طيبين اعزائي المشاهدين. رمضان كريم عليكم يا رب وعلينا جميعا. صباح الخير يا دودو. صباح الخير يا فانوس. تعالى بقى اوريك الاكله اللي هعملها لك النهارده، مفيده جدا جدا جدا. والله انا بطني وجعاني جاي البرنامج مخصوص عشان الاكله دي. وانا ودي انت هتفطر بيها بقى، انت صايم دلوقتي صح؟ طبعا صايم الحمد لله. انت عارفه ان انا اتولدت اول يوم في رمضان، عشان كده سموني فانوس. والله طبعا. والهم سموني فانوس ليه؟ المقادير بقى قبل ما نبدا الاكله، هنتكلم على المقادير. اول حاجه هنجيب نص كيلو فراخ ونص كيلو رز، وعندك بصل وطماطم، فلفل الوان وبسله وجزر ومشروم، والكرفس ده للتزويق، يعني احنا ايه مش هنحتاجه طبعا حسب الرغبه، وفلفل الوان برضو حسب الرغبه، وملح وفلفل وقرفه لو عايز قرفه برضو حسب الرغبه، ولو عايز تلون الرز ممكن تحط كركم عشان يبقى لونه اصفر، ممكن تحط طماطم عشان يبقى لونه احمر، براحتك، كل ده براحتك انت. والمقادير عندكم على الشاشه. اتكلم يا فانوس. اتكلم. هو انت مالك قصير كده ليه يا فانوس؟ انا مالك قصير؟ انا اول مره اقف جنبك، انا مش عارفه انت حاجة. انا اول ما جيت هنا دخلت البرنامج لقيت قدره كده حلوه، قدره فول. قلت زيت كده شويه أشوف زيت الفول اخباره ايه. هنجيب شويه زيت عشان نحمر الفراخ او هات الزيت نشوحها بس يا فانوس. ها اما نشوف اخرتها ايه، ربنا يستر. انا شباب ريح الشياط من دلوقتي. لا ما تخافش، مفيش شياط ولا حاجه، بقى النوره بتتعلم، خليها تتعلم عشان تطبخ لك حاجه كويسه، حاجه مفيده. انا حاسه يا دودو، انت عارفه ان حماتي جايه لي بكره وهجمعهم كلهم، يا ربنا يستر وفانوس ما يكسفنيش. لا والله انا قلت انزل النهارده. طب اعملي لهم بقى الكبسه دي، كبسه الفراخ بالمشروم. والله لو عجبتني. المشروم ده فوائده كبيره جدا. ايه بقى؟ اولا بيقلل الكوليسترول في الدم، بيقوي مناعه الجسم. ايوه حلو. كمان الناس اللي عندهم كانسر او كده، هو ضد الكانسر اساسا، يعني عشان هو بيعلي المناعه. ماشي. بيقوي العظام، في كالسيوم عالي، في فيتامين د، فالمشروم ده صراحه وبروتين عالي جدا، فهو يعتبر وجبه غذائيه كامله. يعني الوجبه اللي انا عاملاها دي، كبسه الفراخ دي بالمشروم، دي تعتبر وجبه كامله، مفيش حاجه جنبيها، خلاص هو الطبق ده بس، هو ده الوجبه. فدي حاجه كويسه يعني. خلاص انا غصب على البيت. احنا عشان بس رمضان قلنا ندخل على مطبخ داليا. طبعا السنه دي في اختلاف في كل شيء، رمضان 2020 هيبقى في تغيير، هنصوم صح زي ما في حلقاتي اللي فاتت قلت، هنتصل بربنا صح علشان ايه؟ ربنا يشيل الوباء اللي جه في العالم كله. يا رب صح؟ يا رب صح يا فانوس. احنا دلوقتي بنحط البصل والطماطم والفراخ مع الزيت، بنشوحهم بس. طب استاذن انا يا ماما داليا، اروح اتفرج عليكي من التلفزيون عشان اعمل الحاجات دي كلها، الناس الضيوف جايين لي في البيت. يعني انت مش عايزه تقعدي معايا وهتروحي تتفرجي عليا في التلفزيون؟ عشان دلوقتي احضر الحاجه، انت عارفه خلاص الوقت ضيق دلوقتي، اول يوم رمضان. خلاص يلا يا بنوره، مع السلامه. باي باي. مع السلامه يا بنوره. طيبين. خلي فانوس. باي باي يا بنور. باي. ايوه يا ست دودو، ايوه يا ست دودو، هتعمل لنا ايه بقى تاني؟ هعمل لكم كمان حلو بقى. بص بقى الحلو بقى النهارده مش قطايف ولا كنافه، بما ان انا بحبهم جدا القطايف والكنافه. والزلابيه وبلح الشام. والزلابيه طيب. وبلح الشام، بس عشان مش هتخن قوي او ازيد فهنعمل فروت سلطات، اكل صحي. طيبات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هو الاكل الصحي. ده في ايه عندنا في القران بتقول كده ان احنا ناكل اكل صحي، تصدق بقى؟ اكل صحي في وقت كورونا ده كفايه الاخبار اللي بتوجع البطن طول النهار، نعمل حاجه حلوه كده ناكلها، نتغذى، انت عارفه الوقت ده عامل ازاي؟ ايوه انا لازم مخصوص بكتر الاخبار والاكتئاب اللي انا بشوفها طول النهار في التلفزيون، قلت هتعملي لي حاجه حلوه. ما انا هعمل لك فروت سلطه. لا انا عايز كنافه قطايف. لا لا ده مش حاجه الشاي. حلوه يا فانوس، اكل مش صحي، حاجه حلوه بس مش صحيه عشان جسمك وعشان الامراض برضو، الكوليسترول والحاجات دي. ايه الكوكب الفقير ده؟ الارض مليانه اكل وحلويات وكل ده، انا بنزل الحسين باكل كل اللي نفسي فيه. خلاص يا فانوس، المره الجايه ان شاء الله هبقى اعمل لك قطايف.
خلاص لسه استنى المره الجايه قطايف بالكريمه، ايه رايك؟ استنى المره الجايه لسه. ده العصافير بطل بتصوصب دلوقتي يا دودو. طيب بص يا فانوس، احنا دلوقتي هنحط المشروم ماشي مع الفراخ والبصل والطماطم. برافو يا دودو، برافو عليك. ما تتكلم يا فانوس، انت كنت قلت لي في فكره ولا في حاجه اغنيه باين ولا ايه كنت عايز تقولها؟ قول. لا انت ما خدتش بالك من اللي انا لابسه النهارده ده ولا ايه؟ ولا يا شيخ فانوس، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، معلش اتشغلت في الاكله. ده يا ست الجلابية، معلش يا شيخ فانوس، الجلابية البلدي، جلابية المصريين كله. لو سمحت لو سمحت لو سمحت انا صايم، ممنوع اللبس. ايه دي مش خليكي مكانك، خليكي مكانك، انا صايم. ماشي يا فانوس. دي الجلابية المصري البلدي اللي كل العالم كله بيتكلم عليها، احلى جلابية مريحة ومريحاني، اعرف اتوضى واعرف اصلي وانزل الجامع. طب والله حاجه جميله. انت مفيش جوامع بقى يا فانوس، انت هتصلي ما انا عامل جامع في البيت، مش انا قلت لك ان انا عامل مش هتنزل الجامع، هتقعد في البيت تصلي في البيت، تعمل جامع وحطه في الجامع بقى الشغل بتاع رمضان برضو، وجيبوا اللي هو بتاع المصحف الحامل بتاع المصحف، واعملوا ركنه كده في البيت تصلي فيها، والقران واحنا بنقرا القران مش نقرا كده وخلاص، لازم نعرف احنا بنقرا ايه، نتدبر ايات القران وبالظبط كل ايه كده لازم تفهم معناها، تحاول تفهم معناها، تحاول تفكر فيها، مش هنقرا كتاب وخلاص عشان نقدر نطبق القران على الارض. صح يا فانوس، هتعمل كده السنه دي؟ هعمل كل حاجه. النهارده هنقرا اول جزء في القران، نقراه بوعي شويه، مش نقرا الكتاب، مش نقرا اول جزء كده ومش فاهمين احنا قرينا ايه. لا احنا شاطرين وبنقرا. ولو انت مش عارف مثلا ايه، بعض الايات مثلا ممكن مش هتعرف تفسرها، ما في ايات صعبه، مش كل في ايات سهله قوي وفي ايات صعبه. الصعب طبعا هتدبر فيه وتشوف تفسير وتقرا كذا تفسير وتفكر. يا دودو اديني يسر مش عسر، كل حاجه واحده واحده بتيجي. طبعا كل حاجه واحده واحده. في حاجه عايز اقولها لك النهارده، انا قلنا ننتهز الفرصه في رمضان يعني نعمل كده السنه. في حاجه عجباني قوي قوي ساعه ما دخلت البرنامج، عايز اقول لك عليها. احنا كده عايزين الزينه دي جميله قوي 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 قوي، فكرت بالزينه بتاعت زمان. ايوه انت عارفه زينه رمضان زمان كانت عامله ازاي؟ هنحط الخضار. زمان ما كانش فيه الامكانيات والحاجات الحلوه الجميله الملونه دي، بس كان رمضان عندنا طعم تاني، كنا نشيل الكراريس والكتب بتاعت السنه كلها قبل رمضان والجلاد. فلفل الوان نحطه. قول يا فانوس. كنا بنشيل الكتب والكراريس بتاعت زمان كلها طول السنه قبل رمضان، ونقعد نقصها ونعمل لها اهرامات ونحط زل قدام البيت وفي الشارع قدام البيت ده كل بيت. تبداي تشوفي بقى التقييم بتاع الاستاذ والجلاب بتاعك اللي كان طول السنه معاكي في الفصل الدراسي. فكنا نشوف الكتب والكراريس بتاعتنا قدام عينينا من الشباك، دي كانت حاجه جميله قوي. انت كنت قلت لي كمان حاجه زي الكره الشراب، حاجه زي كده. انت عارفه كنا بنعمل دوره رمضانيه لكل شارع في المنطقه، وكان كل واحد يجيب شراباته، اللي ريحتها حلوه واللي ريحتها وحشه. احنا بنحط الملح والفلفل دلوقتي. المهم كنا نجمع الشرابات كلها ونعمل كوره كفر ونبدا نلعب بيها في الشارع، كان كل شارع يخش في الدوره دي. معانا مكالمه يا فانوس، معلش. وبعدين اهلا استاذه سميه، اهلا بيكي. الو، ازيك يا عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه والاسره الكريمه بخير. تسلم. اتفضلي. الخط قطع، الخط قطع يا فانوس. اكيد صايبه. لا ده التليفون هو اللي صايم، اتصلي بينا تاني يا سميه. هكمل يا فانوس. انت برضه من احلى الحاجات اللي انا كنت بحبها زمان، انت عارفه الموكب اللي كان بيطلع بالكسوه بتاعت الكعبه، كان بيطلع بالمصري بزفه جميله، ودي يمكن من احلى الحاجات اللي كانت معروفه على مصر زمان. في حاجات جميله كده بريحه رمضان وروائح، زي الفانوس كده، الفانوس زمان بتاع زمان، الصفيح، الازاز اللي كان كل جنب لون، وكمان في فانوس صفيح والفانوس اللي هو الورق الازاز الابيض واحمر واصفر. بصي انا بشوف ده برضو جميل قوي، بشوف فوانيس لعب كتير دلوقتي، مجرد لعبه تشوفيها كده الالوان مع بعض بتعمل حاجه جميله. لا والفانوس اللي بروائح الزمن الجميل، الفانوس الجميل بتاع زمان اللي بتاع الشمعه، فاكره ده؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه، بتاع الشمعه. تشوفيه بس حتى من بعيد في اي مكان تفتكري كل حاجه زمان كانت حلوه ازاي، كان ليها طعم، ليها رونق، ليها جمال كده. هنحط الرز بقى، ما المايه تغلي بنروح حاطين الرز على طول.
حط الرز يا دودو. ماشي ادي اللي بستني، ربنا يستر. بس ربنا يستر الرز مش هيشيط ان شاء الله. انا شامم ريحه شياط من دلوقتي. ما تخافش خالص، قبل ما تحط حاجه باذن الله. لا ازاي ازاي، يبقى البوتاجاز بيولع من تحت مش انا السبب. خلي بالك يعني. والله انا مش عارف، انا مش عارف المشاهدين قاعدين انت اصلا مناخيرك مقفوله وما بتشمش، شامم ايه؟ عندي برد. انت عندك زكام؟ شايف صوتك عامل ازاي؟ انت عارفه بقى البرد ووقت كورونا واللي احنا فيه طول النهار نقعد نستلشق ونشرب. هو انت عندك كورونا ولا ايه يا فانوس؟ لا انا بحافظ بالدلوقتي عشان الاخبار اللي بسمعها، بشرب ميه سخنه، مشروبات. الوضوء نفسه ده حاجه جميله قوي دلوقتي عشان خاطر لو الميكروب في الالف او في الزول بينزل على طول. عشان كده بص يا فانوس، طول ما انت ماشي صح مع ربنا وبتعمل اعمال صالحه على الارض وبتطلع لله. صدقات وبتطلع لله. كل حاجه لله، وتعرف ان الفلوس فلوس ربنا. احنا دلوقتي هنطلع نشوف شنط رمضان كمان شويه، مش دلوقتي. برضه هتشوف في التقرير ده، يعني الاعمال الصالحه على الارض دي هتحميك اصلا من كورونا يا فانوس. يا ريت جبت لي شنطه. هناخد رحمه يا فانوس من اسوان. اهلا يا رحمه. الو الو الو، ازيك يا رحمه؟ سلام، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا امين. رمضان كريم يا رحمه. وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رورو، حضر لها السلامه. الله اكرم. ايه رايك في الاكله اللي احنا بنعملها دي؟ عندك استفسار عن حاجه؟ عسل. ربنا يخليك يا رحمه، ده من ذوقك. عايزه بس مكرونه البشاميل. حاضر، هنعمل لك مكرونه بشاميل. مكرونه دلوقتي وفي اول يوم؟ لا مش هو انت هتعملي النهارده مكرونه بشاميل يعني على الفطار؟ ما تعملي الكبسه دي سهله. ده الناس كلها جعانه يا دودو النهارده، شكلهم كلهم. اعملي الكبسه دي اسهل طريقه، يعني اللي انا بعملها دي سهله جدا النهارده، ممكن تعمليها. انا بعمل اكلات سهله عشان الناس صايمه وكده، مش عايزه المحمر والمشمر والحاجات اللي بتعمل. والله لو دخلت كل بيض دلوقتي اكلات خفيفه، حاطين اكل قد كده على السفره من دلوقتي ومتحضرين. لا يا جماعه، احنا في رمضان بقى نقعد نقرا قران ونتصل بربنا ونعمل اكلات خفيفه. لا دلوقتي احنا بنركز على الاكل وبنركزش على الاتصال بربنا. وقت الحظر دلوقتي ده وقت التصغيط، الناس كلها عماله تصغط 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 في البيت. مريومه ازيك يا مريومة؟ الحمد لله. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيبة. ازيك يا مريم؟ شفتي فانوس؟ اه. عايزة تقولي له حاجة؟ اه. قولي، أنا سامعك أهو. شفتي لبسه بتاع رمضان؟ لو سمحت لو سمحت، أنا صايم الله. قولي يا مريم، قولي أنت، أنا سامعك. هو أنتوا اللي على التلفزيون؟ أيوة، احنا في البرنامج. أيوة احنا يا مريم، احنا حبيبتي. هو انت فين يا مريم؟ انت بتتفرجي علينا منين بالظبط؟ من القاهره؟ من القاهره. اه ماشي يا مريم، ماشي يا حبيبتي. شكلها صايمه خالص. اه مريم صايمه. طيب احنا دلوقتي بقى هنطلع نشوف تقرير توزيع شنط الخير من كوكب الخير تحت رعايه برنامج امراه من كوكب اخر. يلا بينا. الأمة الإسلامية بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. النهاردة مع كوكب الخير هنوزع شنط الخير بمناسبة رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. النهارده احنا بنطبق اسم من اسماء الله الحسنى على الارض، هو اسم الكريم. وانا قلت قبل كده في كل الحلقات، كل ما تطبق اسم من اسماء الله الحسنى على الارض اعرف ان ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. الصدقات دي مهمه جدا، كل ما تطلع وكل ما تنفق للغلابه كل ما ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، كل ما ربنا يديك الصحه. والوباء اللي ربنا عرض ليه الامه الاسلاميه كلها والعالم كله بمعنى اصح، الوباء ده لو انت انفقت اعرف ان ربنا يحميك من هذا الوباء، لان انت بتطبق تعليم القران الكريم. في حاجه كمان اخيره عايزه اقولها، بالنسبه الفلوس بتاعتك او بتاعتي او بتاعت اي انسان، دي مش فلوسك، اعرف ان دي فلوس ربنا سبحانه وتعالى، هو بيديها لك عشان يختبرك، شوف انت هتعمل فيها ايه، هتوديها للناس الغلابه، هتنفق فين، هتعمل ايه. لكن مش بتكلم عن الناس بس اللي بتبقى عندها بخل وشح ويعينوا الفلوس، لا دي فلوس، لا اعرف ان انت هتصرفها على المرض، هتصرفها على حاجه مش كويسه، فدي فلوس ربنا. فكل ما تطلع اكتر كل ما ربنا يرزقك اكتر. هنطلع دلوقتي ونشوف شنط رمضان، انتظرونا.
فانوس وحوي يا وحوي، خليك دندن. اقول لك على حاجه من احلى حاجه كانت كنت بشوفها في رمضان. ايوه تفتكر بياع العرقسوس اللي كان بيلف بالصاجات الشوارع كده ووراه الابريق؟ هو موجود، هو راح فين؟ ما هو موجود، هو موجود. مش موجود الا في الاماكن الشعبيه متهيألي او زي الحسين يعني. والصيده والمسحرات ابو طبله. طب معانا اهل الشرقيه ام محمد. اهلا بيكي يا ام محمد من الشرقيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب، كل عام وانتي بخير. كل سنه وانتي طيبه. ايه رايك يا ابو محمد؟ بصراحه برنامج جميل ورجعنا لزمن اجمل. ربنا يخلي، احنا بتوع الزمن طيبة. الجميل، احنا جايين من كوكب الزمن الجميل اساسا يعني. فعلا على ايوه احنا من كوكب اخر خالص، احنا مع نفسنا اساسا يعني. قولي لي بتشوفي بتاع العرقسوس ولا لا؟ ايام جميله والله. بتاع العرقسوس بتشوفيه ولا لا؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. متشكرة على ذوقك، متشكرة على ذوقك. هتعملي النهاردة الكبسة دي على الفطار؟ احنا النهاردة ان شاء الله بقى معزومين بره، ان شاء الله هعملها بكرة. لسه في عزايم النهاردة؟ لسه في عزايم، لسه شغالين عزايم. ما هو أول يوم طبيعي عزايم، بس احنا قلنا رمضان 2020 في تغيير، مفيش تغيير برضه. بس عشان مامتي بقى ما اقدرش استغنى عنها. رمضان هو رمضان، شاطر مفيش تغيير. شاطر شاطر. يا عم عاملة كنافة وقطايف ولا عاملة إيه؟ حلو ماشي حبيبتي، كل سنة وأنت طيبة. هي مش بترد عليا ليه؟ بترد مريم من اسكندريه. ازيك يا مريم؟ يوه ايوه ازيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. طيبه. ايه الاخبار؟ ايه رايك في الاكله بتاعتنا؟ كويسه. بصي عايزاكي، عايزاكي تعملي الكبسه دي، سهله يا مريم، اعمليها ان شاء الله. ان شاء الله. ايه رايك في فانوس؟ شفتي شفتي لبس فانوس؟ شفتي لبس فانوس؟ دي رايبه. انت عندك كام سنه يا مريم؟ دي رايبه خالص يا دودو، شكلها صايم. انا عندي 22. 8 22. اه 22 يا شيخه، يعني تطبخي الكبسه دي ماشي. مش شايفاني خالص. اه عامله ايه؟ هو البوتاجاز الظاهر مش هيسوي الاكل، واضح ان البوتاجاز ضعيف قوي، النار ضعيفه. اه البوتاجاز صايم، فانا عايزه اقدم الاكله ومش هتتقدم كده شكلها. ممكن لو سمحتي تعملي لي رقاق باللحمه المفرومه. اعمل لك ايه؟ رقاق مرقاق. ماشي اوكي، نعمل رقاق. ماشي رقاق باللحمه المفرومه. هنعمل رقاق وهنعمل جلاش وهنعمل مكرونه بشاميل، بس النهارده تعملوا الكبسه، كبسه الفراخ بالمشروم والخضروات. النهارده تجربوها اكله خفيفه كده اول يوم، عشان في ناس بتتعب اول يوم من الصيام يا دودو، فاعملوا الاكله الخفيفه دي يا دودو. يا رايكم يا دودو؟ انا شايف ريح الشياط ومخبى عليكي بقالي شويه. ايه يا فانوس؟ في شياط يا فانوس؟ بقول لك الاكل مش راضي يستوي يا فانوس. الحل. لا انا شايف ريحة شياط. شياط منين يا فانوس؟ مش عارف، شوفي كده في ايه؟ البرنامج هيولع ولا ايه؟ لا لا مش هنولع في حاجه، ما تقلقش، احنا اللي هنولع في نفسنا. ربنا يستر. ربنا يستر. انا الكبسه قاعد ده عشان بس انا ازوق الطبق ده عشان ده السيرفيس المفروض نقدم فيه كبسه. بس انا عايزه حد يشوف البوتاجاز يا جماعه، البوتاجاز. أنا أهو. هنطلع فاصل ونرجع تاني. أوكي باي باي. بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين، وهنكمل الحلو دلوقتي. معانا فروت صالات، معانا خوخ ومعانا تفاح وموز وبرتقال، ده هنعمله على بعض. اي فاكهه عندك ممكن تعمليها فروت سلطة عادي يعني براحتك، حسب الفاكهه اللي انت بتحبيها، بس ده اللي معايا دلوقتي يعني. ايه رايك يا فانوس في الفروت سلطة دي؟ جميل قوي. لا ايه رايك؟ لسه انت لسه ما دقتهاش. انا بقول ايه رايك في الفروت سلطة عموما؟ شكله حلو من بره كده، لما يعني شكله شجع على يعني فوق. نغير بدل القطايف والكنافه. طبعا العادات والتقاليد بتاعتنا ان القطايف والكنافه هي الاساس، عشان احنا ورثين الحاجات دي من من ايام العصر الفاطمي. والزلابيا، والزلابيا بس قطايف والكنافه الاساس يعني في رمضان، وبلح الشاب وصباع زينب. وانا مش هنكر ان انا بموت فيهم. بس انا عايزه اغير. طب ما جبتهوش النهارده ليه؟ بقول لك عايزه اغير، عايزه اعمل اكل صحي عشان مش اتخن يا فانوس. طيب احنا كده كده كلنا عاملين رجيم. اه عشان كورونا. وايه علاقه الرجيم بكورونا يا فانوس؟ انت كل اكل صحي. الناس خايفه، الناس خايفه تاكل. يا بابا كل اكل صحي عشان مناعتك تقوى. اكل الصحي بتاع كوكبي ده. ايه رايك يا هايدي؟ هايدي معانا، هايدي تليفون. ايوه هايدي. مش أيوة. ايه النهارده اهل الصعيد والشرقيه كلهم بيتصلوا بيا. اهلا بيكي يا هايدي، الناس الجميله الصعايده والشرقاء واحسن ناس. ازيك يا هايدي؟ اه عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه. ايه رايك في الكبسه؟ هتعمليها على الفطار ان شاء الله. انت عامله كبسه لا يا هايدي؟ عندي 13. كل سنه وانت طيبه. بتساعدي ماما في المطبخ؟ طيب. يا هايدي
ايوه. بتساعدي ماما في المطبخ؟ ايوه. طب كويس. قولي لي قولي لي، جبت فانوس رمضان ولا لسه؟ انت عندك 13 سنه يا هايدي؟ ايوه. سنه كام؟ اولى اعدادي. بقول لك جبت الفانوس. يا هايدي. نعم. جبت فانوس رمضان السنه دي؟ ايوه. شكله ايه؟ قولي لي. شكله جميل وبينور. يا شيخة بينور. كل سنه وانت طيبه يا هايدي. كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه. اعملي بقى فروت سلطه برضو على الحلو بتاع بعد الفطار. بصوا على فكره، هو المفروض الطبيعي يعني ان الفاكهه تتاكل قبل الاكل، يعني ده الطبيعي، بس احنا بناكلها بعد الغداء او بعد الفطار، صح يا فانوس؟ على ما بناكل. لكن هو الطبيعي لو احنا بقى بنتدبر في ايات القران، هتلاقي في ايه في القران ان احنا ناكل الفواكه قبل لحم الطير. احنا عندنا بقى الحلو بس احنا العكس في الاخر بقى نكتب بيه. واكيد في سر، ما دام ربنا قال كده يبقى اكيد لها سر احنا ما نعرفوش طبعا يعني، بس العلم اكتشفه. لا احنا بناكل الغبر الاول، ناكل الفراخ. اه ما انا عارفه، دي عادات وثقافات غلط كده وتظبط. ثقافه الدنيا. ثقافه غلط يا فانوس، مش صح. احنا بقى بنغير. ده اللي بيظبط الدنيا. احنا مع الكوكب الاخر كل شيء بيتغير، فهمت؟ احنا بنعيد بقى ايه. معانا البحيره. مين؟ اسماء. اهلا وسهلا مدام اسماء من البحيره، اهلا بيكي. الموزه وقعت يا فانوس. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. ايه رايك في الكبسه اللي انا بعملها دي؟ حلوه. حلوه؟ دقتيها يعني؟ لا هي انا بتكلم على شكلها مش دقتها. طب قولي لي قولي لي قولي لي قولي لي، عملت ايه النهارده في اول يوم في رمضان؟ عملت ايه؟ عملت ايه النهارده بساعة ما صحيتي؟ ساكتة عايزة اتكلم من فانوس. ايه؟ خدي كلميني. هخنقك يا فانوس ان شاء الله. هخنقك. ليه؟ بس بعد الحلقة. كلميني. رز بيشيت يا فانوس. قوليلي بقى عملت ايه بساعة ما صحيتي بالنوم النهارده؟ اهو. انت يا مظبوط يا جميل انت، قولي على السورة سبعة. صايمة برضه ولا ايه؟ صايمين الناس كلها النهارده صايمه. يعني والله كتر خيركم ان انتوا قاعدين وبتسمعوا البرنامج في الوقت ده. قولي كتر خيري انا اللي قاعد في الروايح دي. رايح جميله تشمل. انا صايم. انا صايم. لا ما انت صايم عادي، ايه المشكله؟ هو انت هتاكل؟ المهندس هو انت هتاكل يا فانوس؟ احنا قلنا يعني الصيام عباره عن ايه؟ احنا قلنا ايه الصيام؟ بس الانقطاع عن الاكل وعن ايه؟ وعن الشرب وعن الجماع والاتصال بيني. بناخد الغذاء منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. الغذاء السماوي مالكش دعوه. ده الارض الاكل، الاكل الارضي ده شهوات مالناش دعوه بيه في رمضان، مالناش دعوه بيه، مش بتبص له اساسا. احنا بنعمله عشان اما تفطروا ان شاء الله. يا دودو الريحه دي بتعمل زلزله. لا بس يبقى انت كده بقى. ومعانا مين؟ معانا اصغر متصله، سلمى من الفيوم. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه يا سلمى؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ازيك يا سوزو؟ ايه رايك في الفروت السلطه اللي انا بعملها دي؟ هنعمل بلح الشام. يعني فانوس عايز قطايف وزلابيا وانت عايزه بلح الشام. هنعمل والله كل حاجه، بس احنا قلنا نبتدي بفروت السلطه. كلهم معايا عليك. ما انا عارفه. عايزين يزغزغوا ويخلبزوا ويعوضوا ويعوضوا. هم الشعب المصري بيحب الاكل اللي هو ايه؟ الاكل الحلو والاكل الدسم والاكل. اه ما انا عارفه. الحمد لله انا عارفه. انا قلت حاجه بالهنا والشفا. هنعمل لكم كل اللي نفسكم فيه والله. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، قولي لي بقى اشهر خمس اكلات على مستوى العالم العربي تعرفيها؟ اول اكله طبعا الاكله المصريه المعروفه الشعبيه الكشري. كشري والملوخيه. ده بالنسبه لمصر. طب بالنسبه لفلسطين؟ لا قول انت بقى فلسطين، انا لسه ما دخلتش على الدول العربيه. فلسطين المسخن. وعندك في السوري. دوله ثانيه سوريا. الاكل السوري. التبوله دي تبوله. الكبه. الكبسه. الكبه. لا الكبسه دي سعودي. دي من الحاجات المشهوره. الكبسه سعودي. الكبه دي اللي هي ايه؟ السوري واللبناني. ايوه صح يا فانوس. بس بص هم جزاهم بعضنا ازاي واحنا مصريين بالكشري عمرنا. الكشري على فكره ده الكشري اكل صحي يعني احسن من المحمر والمشمر. بس المكرونه الكشري يعتبر خفيف. والرز والحاجات دي برضو بتتخن. اه ما انا عارفه. ولما تحبسي بقى بالكنافه ولا بالقطايف بقى ولا بالحاجات الحلوه دي.
بصي يا فانوس انا عماله اقطع، المفروض تيجي تساعدني وتقطع معايا. اصعب انت مشيت بنوره وبنوره كانت هتساعدني. طيب هي بنوره سؤال بقى سؤال، هي بنوره هربت ولا ايه؟ راحت تحضر لي الاكل. ما كانت تساعدني. والضيوف بتوعها هتعمل فيهم ايه؟ ضيوف ايه بس؟ ده ما فيش، ده احنا هنخلص شويه ونخلص في ثانيه يعني. ما هي بتتفرج الوقت مش كبير. بتحضر كل حاجه. بصوا بقى الفروت السلطه ده لما تيجوا تعملوا الفاكهه كلها بقى ما تحطوش حاجه عليها غير شويه عسل نحل. طبعا عسل ده من الطيبات. طبعا العسل جميل. ده اكل صحي. هو كل حاجه عماله تقع ليه النهارده يا فانوس؟ هو انت عينك في كل حاجه؟ صايبه. لا انت عينك هي السبب في كل اللي بيحصل ده. شكلك صايبه خالص في كوكبك ده. عينك ومناخيرك المقفوله دي مش شامم حاجه. ده مناخير صغلوله خالص. لا اسكت يا فانوس انت تعبتني. ربنا يستر عليا النهارده. انت شكلك صايبه من اول يوم كده وخساعه معايا. لا لا قلت لك لو انت هتعملي محشي ولا مكرونه ولا اي حاجه حلوه كده كنت تلاقي كل حاجه جاريه على البوتاجاز لوحدها. العسل مش راضي يفتح يا فانوس، مش عارفه ايه السبب يعني. العسل ده احلى حاجه العسل. طب انا اعمل ايه ده؟ حبه البركه. ايه العسل وحبه البركه؟ ايوه انا بقول لك عايزه افتحه. هتفتح واحده واحده كده صب الله. طب خلاص اهو هنطلع فاصل ونرجع تاني. هنطلع فاصل عشان العسل. بعد ما قطعنا الفاكهه طبعا الفاكهه اللي عندكم اي فاكهه عندكم تقطعوها، بعد كده هنروح جايبين العسل وحاطين شويه كده بشويش بشويش على ايه؟ على الوش كده بس. برافو. هو اصلا هيسيح على بعضه. ماشي. انا ما كنتش اعرف انك شطوره قوي كده النهارده يا دودو. انا اكيد شاطره يعني من غير حاجه يعني. الست خلي بالك الست الله يرحمها كانت تقعد تقول الست الشاطره دي شرشره. شطوره وتعمل كل حاجه كده. احنا خلصنا فروس الصلاه خلص كده. في سؤال للحلقه، قول كده في سؤال يا فانوس. انا عايز الناس الشاطرين اللي بيحبوا الفوازير والاسئله يركزوا معايا في سؤال الحلقه النهارده، وده من احلى الحاجات بتاعه شهر رمضان المبارك. كان الشيخ الشعراوي كان عامل مسلسل في رمضان، كان كل رمضان بيتذاع في التلفزيون. كان بيعمل برنامج يا فندم. كان بيعمل برنامج في رمضان قبل اذان المغرب. كان ما بين قبل اذان المغرب على طول. عايزكم تقولوا لي اسم البرنامج، كان اسمه ايه اللي كان بيقدمه الشيخ الشعراوي؟ يا ريت تتواصلوا معانا على الارقام اللي معاكم على الشاشه، تقولوا لنا اسم البرنامج عشان الفايز ليه جايزه معانا. هياخد جايزه جميله جدا من كوكب جداً آخر. وهيبقى معانا ان شاء الله الحلقه الجايه. اوكي هستنى الفايز. كل سنه وانتم طيبين. الرز خلص، احنا دلوقتي بنغرف الرز اهو. طبعا الرز طالع لونه ابيض، هو عليه قرفه ما حطيتش عليه كركم. لو انت عايز لونه اصفر حط كركم، لو انت عايز لونه احمر حط طماطم حسب الرغبه. انا عاملاه بالقرفه اللي هي الكبسه يعني دي. وما عملتوش اخضر ليه؟ تزوقه. لون البريالة اللي طلبتها اخضر دي. احط ايه يعني اخضر؟ انا حاطه بسله فيه خلاص. ممكن تحط بقى فلفل الوان تزوق الطبق يعني. يعني انت عارف بقى اللي هو يعني ايه، احنا بنزوق باي حاجه. طبعا كل دي اذواق، كل واحد حسب رغبته، مش تلتزم بحاجه معينه. انت فكر وزوق واعمل، فكر خارج الصندوق في الاكل لسه بالذات. لسه هتفكر، احنا كفايه ناكل. بص انا حتى جايبه ايه، انا جايبه كرفس ازوق بيه. شفت الكرفس ده فانوس؟ صدقيني ساعه الفطار الواحد ما بيبصش الحاجات دي، بيبقى عايز يملى بطه وبس، بيبقى جعانين قوي. لا برضو الاكل لما يبقى متزوق بيبقى شكل الطبق حلو. يا ست احنا جعانين بالهنا والشفا، جعانين احنا صايبين. تاكل كده وخلاص هتصدق ناكل، بس الشكل برضو بتاع الطبق بيفتح النفس. صح ولا انا غلطانه؟ صح. بس تفتكر هو ايه الفرق بين الاكل في الايام العاديه وبين رمضان؟ انا عايز اعرف يعني الاكل في رمضان اللي بناكل كتير ليه في رمضان؟ ليه بقى؟ قول لي بقى. انا عايز اعرف. شهر عباده وقران وصيام وصلاه. استنى يا فانوس، الناس ما بتصدق تجوع طول السنه. معانا نادر يا فانوس. شهر رمضان معانا نادر من القاهره يا فانوس. اهلا وسهلا يا نادر. اهلا وسهلا يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الاكل اللي احنا بنعملها؟ جميله بتلاميذك والله. هتعمل في رمضان هتعملها لماما ولا ايه؟ هعملها ان شاء الله. انت عندك كام سنه يا نادر؟ انا عندي 17. طب يبقى تعملها ماشي، بس مش هنقدر نقول لك تعالى كل بقى. انت عرفت السؤال بتاع الحلقه يا نادر؟ البرنامج اللي كان الشيخ الشعراوي بيقدمه قبل صلاه المغرب في رمضان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تواشيح الشيخ الشعراوي. ايه؟ تواشيح الشيخ الشعراوي. فكر كويس وقول. فكر كويس يا نادر. وقول معاك فرصه. يلا قول اسمه ايه البرنامج عشان ليك جايزه. فكر انت والاسره كلها مع بعض، شاركوا بعض في القرار عشان حد يفوز بالجايزه. طب
بص الزرع اللي انا زرعته في الرز يا بفانوس. عملت ايه؟ الله، ايه رايكم؟ ايه رايكم في الشكل ده؟ شكل جميل. عايزين اتصال؟ عايزين اتصال وجاوبوا على سؤال الحلقه، الاسم البرنامج اللي كان الشيخ الشعراوي بيوزع بيقدمه قبل الفطار، عايزين اسمه. يا جماعه الشيخ الشعراوي، في حد ما يعرفش الشيخ الشعراوي وكان بيستناه كل سنه في البرنامج بتاعه؟ ده سؤال سهل قوي قوي قوي، وقلنا نبتدي بيه في اول يوم في رمضان. الناس الشاطرين كده يفكروا معانا. امال لو عملنا لكم فزوره كنت عملتوا ايه؟ اللي جاوب على السؤال اللي جايزه معانا وهيطلع معانا ضيف في حلقه من حلقات برنامج امراه من كوكب اخر. انت السنه دي هتتفرج على مسلسلات ولا ايه نظامك؟ ما قلتليش. مسلسلات كتير قوي 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 قوي. عارف يا فانوس، انا عايزه اخنقك. عايزه اضحك عشان ارتاح. والله انت عايزه تضحكي. شيماء معانا، هي هتجاوب على السؤال. عشان بقولش ازيك يا شيماء؟ الطبيخ بتاعك الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. هتجاوبي على السؤال؟ اسم البرنامج؟ حديث الشعراوي. اي اسمه ايه؟ حديث الشعراوي. برافو عليك يا شيماء. برافو برافو برافو. بس عليك. هنفكر ونرد عليكي. بتسكت احسن. برافو عليك يا شيماء. طب احنا هناخد بياناتك من الكنترول. انت منين يا شيماء؟ من القاهره. من القاهره. طيب ماشي. طب بصي يا شوشو، بصي احنا هنقول كل الناس اللي هتجاوب صح وهلعب القرعه ونختار منهم الفايز. حطي بياناتك في الكنترول برضو يا شيماء عشان احنا هنعمل قرعه. خلاص، عشان المسابقه دي كل الوطن العربي بيتفرج عليها دلوقتي. حطي بياناتك في الكنترول. قولي بقى، في مسلسلات رمضان هتفرج على حاجه؟ انت عايزه تطبح لي قال عشان هقول رايي في الاكله بتاعتك. فانوس، هتتفرج على ايه السنه دي؟ على الخلطبيطه بالصلصه. انت عارف انت متابع، انت متابع المسلسلات اساسا؟ يو، هو في زي مسلسلات زمان وايام زمان. حضرتك دي عندك ليه؟ انت اللي حطيتيها. انا عماله ادور عليها مش لاقياها. حطيتيها؟ انا ما خدتش حاجه خالص، انا قاعد ساكت اهو. معنا مريم. قلت لك انا صايم. ازيك يا مريم؟ الو. الله يسلمك. عامله انت منين يا مريم؟ انا في منوف. من منوف. اهلا وسهلا بيكوا، اهلا باهل منوف. انت عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ ايه رايك في الاكل اللي احنا عاملينه؟ اكله خفيفه كده جميله اول يوم رمضان. انا اتفرجت على البرنامج عجبني. يا شيخه. وعجبك الخلطبيطه؟ عجبني البرنامج. عجبك فانوس بيه؟ الشيخ فانوس؟ ايه رايك في لبسه؟ والفانوس عامل ايه؟ الفانوس بيصلب عليك. ايه يا فانوس؟ ده في سؤال كنت عايز اساله لك. بيقول لك انت صايمه ولا لا؟ ازيك يا فانوس؟ ازيك يا ابرايا، عامله ايه؟ ازيك يا صايمه؟ انت صايمه؟ روحي اعملي بقى الكبسه النهارده واعملي فروت سلط في الحلو، ماشي يا مريم؟ يا مريم. نعم. بقول لك ايه، جبت فانوس رمضان ولا لسه؟ الو، جبت فانوس رمضان؟ ما تكيش دعوه بالبريده بتاعتي بقى دلوقتي، هو انا بتدخل في اكلك دلوقتي ولا حاجه؟ جبت الفانوس؟ انا جبته. شكله ايه؟ قولي لي. لونه جميل قوي. لونه ايه؟ احمر. احمر. لونه احمر. كل سنه وانت طيبه يا ابا. كل سنه وانت طيبه يا مريم. كريم. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. فانوس، انت اسمك فانوس ليه صحيح؟ ما انا قلت لك عشان اتولدت في اول يوم في رمضان. عشان فانوس اتولد في رمضان فسموه فانوس. معانا مين؟ فرحه. فرحه من هنا. ازيك يا فرحه؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ اسمي جميل. تمام الحمد لله. عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله. هتطبخي النهارده الكبسه والفروت السلط؟ ان شاء الله، بس عايزاكي تقولي لي طريقه الكبسه تاني. طريقه الكبسه تاني؟ اسهل حاجه إيه يا مريم. اسمع بقى فانوس، هقول لها الطريقه بسرعه. بصي، انت تجيبي الخضار البسله والفراخ المتقطعه وشويه زيت وتحطيهم في الحله مع فلفل براحتك بقى، ملح وفلفل وكمون لو عايزه براحتك برضو، دي حاجات ترجع لكل واحد. بعد كده اما يتشوح البصل، والبصل طبعا والطماطم وكل ده بيتحطوا مع الفراخ، اما يتشوحوا مع بعض بتروح حتى الرز. بعد ما تحطي الرز بتحطي ميه سخنه وتسيبيه يغلي، وطبعا هتلوني رز براحتك، عايزه تحطي كركم، عايزه تحطي قرفه براحتك. معانا ابو ريان. بعد كده الاكل هيشيط منك. ابو ريان. الو. ايوه يا ابو ريان. الخط قطع يا فانوس. الخط قطع. عايز تدوق؟ خد يا فانوس. اكل الجلد. خد يا بابا، خد يا حبيبي. ايه انا صايم، انا صايم. طب امال انت جاي ليه؟ بطمن بطمن عليك، عملت لنا ايه؟ ابعد يا فانوس. وبعدين بقى في السكاكين دي انا صايم. هفطرك.
على صايب مش دلوقتي، خلي الكلام ده بعد، الخلاقات دي كلها خليها بعد الفطار. ابو ريان معانا، ابو ريان اهلا. ابو ريان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله ينور يا شيف والله. ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. اتفضل. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. انت عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله يا جميل، رمضان كريم عليك وعلى الاسره كلها يا رب. وعليك يا حبيبي وعليك. ايه رايك في الاكله اللي هي عملتها لنا النهارده دي؟ لا ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. دي جوعتنا يا عم من دلوقتي واحنا صايبين. هي اكله من كوكب اخر فعلا. اه من كوكب اخر، هو دي المهم. احنا كنا عايزين اكله من الكوكب ده، اكله اكله بس كده. احنا زهقنا من الكوكب ده، عايزين نغير يا فانوس. عايزين من كوكب زلابيا ان شاء الله. ان شاء الله. اكله من كوكب زلابيا. ماشي ماشي يا استاذ ريان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ ريان. ايه؟ الو؟ سؤال الحلقه يا استاذ ريان، اسم برنامج اللي كان الشيخ شعراوي بيقدمه قبل صلاه المغرب في رمضان، كان اسمه ايه؟ الدين والحياه. الدين والحياه؟ دي طارق اجابه مختلفه خالص. يعني في واحده قالت لي حديث الشعراوي وفي الدين والحياه. يا دودو احنا مش هنقول على الاجابه. انتوا تقولوا لنا بقى ايه؟ احنا مش هنقول الاجابه، انت احنا بنعمل قرعه للاجابه الصحيحه ان شاء الله. بصي يا استاذه داليا. اتفضل. اعتقد هي مقتطفات الشعراوي. ما هو احنا لازم نعرف بالظبط الاسم ايه بتاع البرنامج. ادينا مهله بقى لفكر وترد عليه. ماشي. طب شكرا. يا فانوس عندك مقتطفات الشعراوي يا فانوس. شكرا يا استاذ ريان. حاضر كتبت دلوقتي وسجلت كل حاجه. متشكرين يا استاذ ريان. هنختم الحلقه، متشكره جدا لحسن استماعكم. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر. أنا عايز أسقف لك على الأكلة الجميلة دي.